بالمركب الثقافي أنفا بمدينة الدار البيضاء، نظم المعهد العالي للصحافة والاتصال حفل تخرج الفوج الجديد للموسم الجامعي 2022-2023، وهو الفوج 23 الذي أطلق عليه اسم محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك في فئتي الإجازة المهنية والماستر. هذا فوج جديد بأسماء وازنة، وأنا كنقولها ترقبوا هذه الأسماء لأن فيها صحفيين وصحفيات من المستوى العال. المعهد كيتجاوز 20 سنة من التحصيل، 20 سنة من تكوين أجيال مختلفة، تخرجوا العديد من الأسماء الوازنة الآن في عالم الصحافة، والرسالة واضحة بالنسبة للجميع. كنتمنى حد سعيد وكنتمنى يعني مسار موفق لكل الخريجين والخريجات. هذا الفوج اللي كيحمل اسم وزير الاتصال والثقافة والشباب السيد المهدي بن سعيد، هاد الطلبة هادو اللي تكونوا على مدى 3 سنوات في 3 تخصصات مختلفة: الصحافة المكتوبة، السمعي البصري، والاتصال المؤسساتي. ولن كنبغي نشكر الأساتذة ديالهم اللي شرفوا على التكوين ديالهم مدة 3 سنوات. الحفل الذي شهد حضور عدة شخصيات من ميادين مختلفة بالإضافة إلى آباء وأمهات الطلبة المتخرجين تخللته عدة فقرات، أبرزها إلقاء الكلمة من قبل مختلف الأطراف الحاضرة ومن بينهم خريجي المعهد للتعبير عن فرحهم بالتخرج واختتامهم لمسار دراسي حافل بالكد والعطاء. 3 سنوات اللي كانت مليئة بالدراسة ومليئة بأساتذة مميزين ودرجة تكوين عالية، والحمد لله توفقنا أننا نوصلوا لهذه المرحلة، وهذا هو آخر يوم. والحمد لله عندنا واحد النخبة ديال الصحفيين طالعين إن شاء الله جيل اللي نقدروا نعولوا عليه من هنا للقدام في الصحافة الوطنية، ولما لا تكون حتى الدولية إن شاء الله. فرحانة وفخورة حيت وصلنا لهذا المقام ولينا خريجين في فوج 2023، كنحملوا مشعل النجاح إن شاء الله. تبقى الصحافة حقيقة ساطعة، صوت من لا صوت له، وإن شاء الله نكونوا كفاءات ومهنيين في العمل ديالنا. احنا فخورين بالمعهد العالي للصحافة والاتصال أنه خرج صحفيين وصحفيات تبارك الله في المستوى، وديما غادي نبقاو نخليو الحقيقة ساطعة لامعة. وبعد عرض مقتطفات لبعض بحوث الطلبة، حرص مسؤولو المعهد على تكريم مجموعة من الأسماء الإعلامية والرياضية، منهم من لا زال على قيد الحياة ومنهم من غادرنا إلى دار البقاء، كالراحلين الإعلامي عمر سليم والمسير السابق محمد مجيد. وفي اختتام الحفل تم تسليم الطلبة خريجي المعهد العالي للصحافة والاتصال شهادات التخرج في أجواء غالب عليها طابع الفرح والفخر بالانتماء للميدان الإعلامي الذي سيتعزز بأسماء واعدة سيكون لها شأن كبير في مستقبل الإعلام الوطني.